بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثن. السلام عليكم ورحمة الله. أمغار السوال المزي يتسغوال أمر كانتي يتناول ذو قيدوال أيث مثلا يكو مسنون الدونيث ماشي كان لسوسيولوج نو قاذي قدشن دي المجتمعات يقارن أمك المجتمع التفنوض تفنوض تواشولت التفنوض الذروم التفنوض العرش فالدارث ماشي ذين سهلا ماشي ذين سهلا حواج ثيليسا نحواج القيم لي فالور نحواج الظروفات الظرف خطر قرن مزورة الظرف يوح ذيق ماشي ذيني سهل ذيني وعرن سواطاس تسنى ذيني مسنون ذا شو انتي فراث ذا شو ثوفري ذا رذفعن باش اذفنون المجتمع ذي ثقفيلي ثنغ ذي ثجدي ثنغ جانغ دي الروج ان تريزور كنز جانغ دي الكنز ذم قران إلا قثني السين وإلا قثني السلمذ أثن السلمذ يعني أثن فكي وياض سوق يروج ناقي إذ جاني مزورة إذ تريكا أور نكفو أور نحفو أور نفنو أولا قومي السلام أمغار السوال المزي يتسغوال أمر كانتي يتناول ثورة أنسقر ذي شوالك مردينين أمغار السوال ثم زواروث أغد سفهمن باللي أمغار يسعى القيمة أما ذي ثواشولت أما ذو قذروم أما ذي ثمتي يعني المجتمع سومثا بمعنى أمغار يعاش دي الدونيث ويعاش 70 سنة و80 سنة و90 سنة أغد يفك لا كريم انتو ذرثيس أغد يفك ثموس نييس إغراد ذي الدونيث الحياة ما الدراسة الحياة ذي الأكل ذي المدرسة صغاري ولكن ماشي باطل باشك صغار يون الدرس أدخل صد غلاي ماشي السهالة ذي نيمي ذي ثمتي النغ ذي شرعي النغ أم ذان سيمي تسيم غوري سعو القدر أكثر ما ديني ذي جدي النغ كيف كيف أمغار أي غار أمغار يسالو ستاتيو سبيسيال داخل تواشوت ثم غار تسيد تسيلا وان داغ ثروح ولكن ولا ما ثروحاغ إلا قنا ذي فلاس خاطر قارني مزورة وينوذان يوفا وينوذان يوفا أمغار السوال أندي السوال ومغار السوال ارثاجمات خطر مغار يسم ذا شو سوى ثاقمات وربي ناد سورة الحجرات الآية 10 إنما المؤمنون إخوة ربي هضرت في ثاقمات ذما قرابة الدموية يهضرت في ثاقمات وذمر ربي ثاقيت وسع اكثر
هذا أمغار السوال أرثاجمات السوال أرث ذوكلي وربي السوال أرث ذوكلي مدينة رب سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يكل آيات والأحاديث السوالنت بشمذانا أذم يعقلا ذي ثماثا وكذلك الحرزن ثيما تنسن وذسعون ثاذوكلي أخطر زيكي فلاحن مركن ثويزي ثيويزي الجماعة أذكر نذكرزن نغذ سروثا نغذ مهرا تجمعيث شغل ومركرن يرجزن أذي فرو أذي كفو وربي ناد في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربي دي قار معاونث أفوس دقفوس ثعكم في الزاين أتفسوس مدنس مدنسي وربي قمذن الكمال لله ولكن ربي دي قار تعاونوا التعاون أجي أما في الأمور الدنيا أما في الأمور الأخرى نتعاون على أمور الآخرة نبني الجوامع بالتعاون همشي نبنى الجوامع سلمعاونا تظلي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ شحال 27 درجة وفي رواية 25 جزء وفي رواية ضعفا هاي المصطلحات الواردة في رواية الحديث باش النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى ضرورة المحافظة على الجماعة فظلي ثم نزل جماعة كذ الإمام نسعى 27 درجة خير ما يزل من وحدس شو المعنى يس؟ المعنى يسيف كيس الشرع القيمة إثجماع التراويح ذي رمضان لو كان كل يوم دين غادي الظل وحده سوري زميرارة بلك ذي الظلي ونوسي يومين ذي آيو ولكن ميلا نظرا إلا الجامعة إلا الجماعة أنسعوا الكوراج وأنسعوا يفدن العشور الحج تصور كل واحد يحج وحده يقول لك انت تحج ولكن وحدك تروح لبيك اللهم لبيك وحدك تروح المينا وكذا وعرفات ومزدلفة أو كيف كش كيف جمال هذا الدين في الجماعة شبحين يشبح ياك ولكن ثقي ثرنايس تفرارد أمور الآخرة جمالها جلالها أجرها في الجماعة تفهمنا؟ وكذلك أمور الدنيا شكون يقدر يبني الدنيا وحده؟ أبدا سبحان الله قدر الله ألا تجتمع المواهب كلها في شخص واحد بدن ما يقدرش واحد يكون هو الإمام هو الطبيب هو الفلاح هو اللي يخدم تريسيتي هو اللي يبني بدن لازم كل واحد عنده حاجة زوج ولا باش يحتاج إلى غيره وردنو فاري وني جمعي ثنتياك ذنسي الطبيب ذنسي ذا فلاح ذنسي الشيخ بدن ويحوجها لذلك مدين ربي وتعاونوا على البر والتقوى مع ونث وربي سبق في علمه يحصى يزرى ولش ويقزمرنا ذي فنو الدونيث وحذاس لنقيم الشهادة لنبرئ أنفسنا لا يمكن أن نحقق براءتنا
إلا باتباع نهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو النهج القرآني كما في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثورة ربي سبحانه يولها أرثمسالاقي باش سنتنفك زل ذام قران. لذلك في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونزميرانا نحقق هذه الشهادة على الناس إلا بحضورنا ماشي بغيابنا، الغائب لا تقبل شهادته. سيدي ربا دي قال إلا قات سيليم إلا قات حضرام وإلا قات غافم فروض الكفاية لا يمكن أن تتحقق إلا باجتماعنا. أي ثمت نقرفت شوية غير الزداث مادام إلى الصف، بارك الله فيكم ما شاء الله. أيوة تزاحموا ترحموا أغدي ولي ربي سيطنا الرحمة الخير الرباح. الشهادة ونزميرات نخدم ميل الكيف فروض الكفاية الشرع شو ديننا فروض الكفاية إذا أداها البعض من الأمة سقط الإثم عن الباقين وإلا فالأمة كلها آثمة. لما يكتسع دنوف مستخدمة فرض الكفاية، أشو أنت فرض الكفاية؟ نحوج الفني إلى قنسوني مصوصا، نحوج تفلاح إلى قنسوني فلاحا، نحوج لماتيماتيك إلى قنسو قدي غران لمات، نسعى نحوج فيزيك وري نهر لافيون وري إلى نحوج الأسترونومي علم الفلك إلى قنسو مختصين في علم الفلك، نحوج لا جيولوجي إلى قنسو قدي غران لا جيولوجي علم البحار علم البيولوجيا الجغرافيا التاريخ الشريعة القانون علم النفس علم الاجتماع يا حاصرة. لو كانت عشر عشر القرون ورث الزمير ضرت السيناد كل شيء ذاك يقدر ربي يوني اللان يغرى الاسترونومي بلك نهر لافيون ذقني ام بعد استقيم طومبيلون اون بان يحوج ميكانيسيان يحوج بلومبي يحوج دونتيست يحوج. لذلك فروض الكفاية خطيرة، ولكن الحمد لله شرعنا غادي قار ماخذ من تشويط الأمة ورث ذنيفارا. لذلك ننبه إلى ضرورة التفرغ لفروض الكفاية من ذي التخصصات شدا جنيور وقي الطبيب وقي ذا فلاح وقي كذا أكيشفح الدنيث أكا يشبح الدنيث تتكامل جهودنا على تحقيقا لبراءتنا. وسمعنا الآية 143 من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونربط هذه الآية بالآية 41 من سورة النساء، ربي قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
شهيدا. أي موقف جلل زاي وخفيفارا. النبي عليه الصلاة والسلام دي الشهد ثورة ما نخدم الواجب النغ أذغى نفرحة نص فرح إما يلو نخدم الواجب النغ زمت قبل ظنفين يرانا غي وعران نقافال ثوارثو الزمان تمديث ثوارثو الزمان تمديث ثيني وعرنا أكثر ثينا الأخر وربي الناد في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل يونين زرع في غلث. وسمعنا سورة الكهف آخر آية الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يثمثن الشهادة ثوار. الآية 143 من سورة البقرة نشدت الآية 41 من سورة النساء أتنشد الآية 140 من سورة آل عمران ربي رد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قرآن عجيب يثمثن أمغار السوال السوال أرث رقزا شبح برقز سر رقزا وربي الناد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أمغار السوال ارثاجمات أمغار السوال ارث ذكلي أمغار السوال ارمعونا ارث ويزي أمغار السوال ارصواف السوال غير الميزان السوال غير الحذاقة ثقيذ القيم لفالور سرن فنو ثوشولت سرن فنو الذروم سرن فنو المجتمع سرن فنو ثخلقيث مرة أرنو ياس إلى مزيد سغوال باش تسيل رولاف ما إلى مغار يبويذ سلي فالورا يروح من بعد إلى قاثن تديج الجيل وايض ولاش الكونفليير لي جينيراسيون ذي الشرعيث ما ذي قبايليث لي سوسيولوج دو موند اتسنادين في فراث ام كراكسن لو كونفليك الى الكونفلي مي قبايلي نسعى لي الرماد نسعى الدواء ذا شو الدواء يعني المزي تسغوال ام غار السوال المزي يتسغوال معنى الى قد يورث يأكل فالوراقي من السلام ومن السلام مثل تدي ورث نتساذغ أثنتي الزو أثنتي الزرع أذي حارب في اللاسنت أذي السحفيفر في اللاسنت أثنتي في كفوذ أذي استخدم تساويلة بسا ثورث لا تكنولوجي استخدم لا تكنولوجي باش تفورتيفيض لي فالور ود قرارا كثر قلي دي زمان الانترنت ان فيسبوك وحوايج غير تجدث ابدا ابدا شذام ذان مورث في عذار لا في درو تاكي افري تاكي ذي المحاله تصوضض غراين تفغيض السنين تسينوض
أتقيم ذور السن ضارا خطر تسيقى ذاكي يتسيدت تسيقى ذاكي ذي الساس بومذان لا ترمى ذي الساس نتواشولت ذي الساس نتمتين ذي الساس نتخلقيث سماثا أساس بناء الفرد المتوازن أساس بناء الأسرة المستقرة أساس بناء المجتمع المتماسك أساس بناء البشرية الآمنة التي قال الله لها في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربدي قارث خلقيث إلى قسم يعقل ماشي وين يقوان وين جهدا أذي ظلم وين ضعفا تزلني ذما الجرث شوالث الفتنث أيغر خطر ثخلقيث ثفعذ ففريذ دينجر ربي سبحانه أكذن فيه وشفيح صلى الله عليه وسلم يغدينان كلكم لآدم وآدم من تراب